والنبي يا امنيه سيبيني امسح عربيه. والنبي يا امنيه يا مكه. انا اعمل ايه يا مكه؟ انا على طول بمسح يا مكه في الشارع ده يا مكه، فالناس كلها عارفيني. وبعدين يا مكه الناس كلها عارفه ان انا بابايا عاجز، عشان كده بيساعدوني يا مكه. بيحبوني انا امسح عربيتهم مش انت. ليه يا امنيه هما بيحبوكي انت تمسحي عربياتهم وانا لا يا امنيه؟ هو انا عملت ايه؟ طب مكه بصي عربيه الاستاذ احمد هيروح يمسح ايه. ماشي يا امنيه. صباح الفل يا باشا، نهار ابيض انت الفل ان شاء الله. امال فين امنيه يا امال؟ امنيه هناك اهي. طب نادي امنيه. طيب حاضر يا باشا. سلام يا امنيه. تعالى يا امنيه. انا عايز استاذ احمد. ليه ما مسحتيش عربيتي النهارده؟ معلش يا استاذ احمد انا اسف. امنيه بص يا امنيه، انا عايز بس انت بس اللي تمسحي العربيه، تمام؟ حاضر. ما تبعتيش اي حد تاني. انا عملت حاجه فيها ايه؟ بمسح العربيه. انا بحب امنيه، تمام؟ هي اللي تمسح العربيه. حاضر يا باشا. بابا عامل ايه يا امنيه دلوقتي؟ الحمد لله كويس، بس رجليه لسه رجليه وجعاه شويه. طب باذن الله يقومك بالسلامه يا حبيبي. خلاص يا امنيه خدي كده كفايه كده. شكرا. عايزه حاجه حبيبتي؟ مع السلامه. بابا عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله اتحسن، بس لسه رجلي وجعاه شويه. الف سلامه عليه وربنا يقومه لكم بالسلامه يا رب ان شاء الله. بصي بقى يا امنيه، طالبه مني خدمه صغيره خالص. نعم يا كابتن ندى. عندي مشوار مهم كمان نص ساعه. تمام. بصي هسيب لك العربيه مفتوحه، طالبه منك بس ان انت تنظفها لي من جوه. تمام حاضر. هتعبك يا حبيبتي؟ لا لا خالص يا كابتن ندى، على ايه بس؟ ربنا يخليكي يا احلى امنيه، انا بحبك انت وبس. انت احلى كابتن ندى. ماشي يا قمر، نص ساعه بالظبط هطلع اكل واغير هدومي ونزلك. على مالك خالص. ماشي يا قمر. تعملي ايه يا امنيه؟ انا بروق عربيه مدام ندى. ينفع اروقها معاكي؟ لا ما ينفعش يا مكه، عشان مدام ندى ما تزعقليش، عشان قالت لي انا بس اللي اروقها. طب ينفع يا امنيه 5 جنيه بس افطر يا امنيه؟ ما فطرتش من الصبح، كل ما اجي امسح عربيه حد يقولي عايزين امنيه. طب بصي يا مكه انت زي اختي وانا اديك 5 جنيه. شكرا يا امنيه. اتفضلي يا مكه. شكرا. ممكن عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا امنيه. ما ايه رايك تعملي زيي؟ مثلا انا عملت زباين وكمان حبوني وبيقولوا لي بس انا احنا عايزين امنيه. ايه رايك تروحي شارع تاني وتعملي زباين يقولوا احنا عايزين مكه؟ ماشي يا امنيه، هبفكر في كده. ماشي يا مكه. ماشي. هي ليه أمنية عايزة
توديني منطقة تانية. خليها هي تروح منطقة تانية وسيبني أنا في المنطقة دي. المنطقة دي رزقها حلو. أنا جاتلي فكرة حلوة وهقدر أمشيها من المنطقة دي. إيه يا مك، استفتحتي؟ ما استفتحتش يا ماما. ليه؟ ده أنا لسه بصي سالفة 5 جنيه من أمنية عشان أفطر بيها. طب خلاص يا مك، ما تروحيش هناك تاني وخليكي امسحي عربيات في المنطقة دي معايا. ليه ياما؟ كده؟ لا، انت عارفة ياما المنطقة الأمنية بتمسح فيها عربيات كل يوم بتروح بفلوس قد كده اهو. طب ما حدش بيخليكي تمسحي العربية يا مك. كل ما اجي امسح عربية حد يقول لي عايزين أمنية. ما انا عارفة، عشان كده بقولك ما تروحيش هناك تاني. لا ياما، انا هنروح المنطقة دي التانية. محبوبة والناس كلها بتحبها وبتزق معاها علشان ابوها اللي تعبان في البيت ده. انا جاتلي فكره حلوه قوي يا ماما. ايه هي يا مك؟ هي دلوقتي بتمسح عربيه استاذه ندى. انت نادي عليها كلميها كلمتين كده وانا هاجي من ورا العربيه اسرق حاجه من العربيه، وبصي هيمشوها من المنطقه دي وهيطلعوها حراميه. انت شطانه زي ابوكي. تعالي يلا. يا حبيبتي عاملة ايه يا أمنية؟ الحمد لله. انا جاية اشكرك ان انتي اديتي المكة 5 جنيه تفطر. هي زي اختي والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بابا عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انا ببعتلك السلام مع مكة على طول واقول لها شوفي أمنية لو عاوزة حاجة. بتوصلك السلام؟ ايوه مكة بتقولي. انا على طول والله بيصعب عليا باباكي واقول لها ابوها عامل ايه. اي حاجه قولي لي على طول، ما تتكسفيش مني. لا لا لا، انت شبه ماما. مكه عندي، انا عندي بنتين امنيه ومكه. ومكه دي اختي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. مش عاوزه حاجه؟ لا سلام. الله يا امنيه على الحلاوه. ايه رايك في ندى؟ لا العربيه جميله قوي. ايه النظافه دي يا امنيه؟ لا بسم الله ما شاء الله يا أمنية. شكرا شكرا يا أحلى أمنية في الدنيا دي كلها. على إيه بس؟ تعبتك العربية؟ لا لا خالص. معلش بقى، كان فيها كراكيب كتير. وإيه يعني؟ أنت عسل والله وأنا بحبك. ربنا يخليك يا رب. استني بقى أرضيكي زي ما أنت رضيتيني. لا لا والنبي أنا مش عايزة حاجة. لا ده أنت أمنية بنتي وحبيبتي، ده أنا بعشقك يا أمنية. لا كفاية كده، أنا عايزة أمسح لك العربية بس مش عايزة أخد. استني بس يا المحفظة كانت في الدرج يا أمنية، فيها الفلوس كلها. فين محفظتي يا أمنية؟ أنا معرفش معرفش إن في محفظة في العربية. وبعدين أنا مش قلت الدرج ده أسامة، فين ما تفتحوش؟ أنا قلت لك نضفي العربية من جوه. ما أنا عملت كده. أمنية حبيبتي أنا بحبك، قولي فين الفلوس يا حبيبتي والمحفظة وأنا هرضيكي أحلى من راضية. هو أنت بتقولي عليا حرامية؟ أمال إيه اللي حصل يعني؟ المحفظة راحت فين يا أمنية؟ أنا صدقيني بجد أنا ما فتحتش الدرج ده خالص صدقيني. أمال مين اللي فتحه يعني وأخدها؟ أنا ما خدتش حاجة. يعني حرامية وكمان كدبة يا أمنية. يا أمنية يا حبيبتي، أنت عمرك طلبتي مني طلب قلتلك لأ؟ طب عمرك عطيتيلي روشتة باباكي عشان أجيبله العلاج وقلتلك لأ؟ لأ. ده أنا معتبراكي زي بنتي يا أمنية، تعملي فيا أنا كده وتسرقيني؟ يا بنت صدقيني انا بحبك وما اقدرش اعمل معاكي كده، وانا اساسا ما اعرفش ان في محفظه في العربيه. ما تعرفيش ازاي يعني؟ انا عايزه محفظتي وعايزه الفلوس بتاعتي. يا طنط ندى صدقيني انا مش بضحك عليكي، انت زي ماما. انا غلطانه يا امنيه، انا خليتك عشان تيجي جنب العربيه بتاعتي. انا المفروض ما كنتش عملتك حلوه اصلا من البدايه، اخرك تمسحي العربيه من بره بس وكمان ما تمسحهاش. انا مش عارفه اقول لك ايه ومش عارفه اوصف لك انا مظلومه فيكي قد ايه. انتي حرامية يا أمنية حرامية. انا مش حرامية يا دندنة صدقيني، والنبي والنبي يا دندنة صدقيني انا مش حرامية. حرامية وبتكدبي كمان. والنبي يا شقاطي يا دندنة مش حرامية والنبي صدقيني.
بس انا مش بضحك عليكي والنبي صدقيني. خلاص اقعدي ساكته بقى. النبي انا ده والنبي عشان خاطر انا هقول لك كلمه واحده، انا ولا عايزه المحفظه ولا عايزه الفلوس، بس هي كلمه واحده، انا مش عايزه اشوفك في الشارع ده تاني. لو شفتك في الشارع ده تاني يا امنيه لاقول للناس كلها انك حراميه يا حراميه. انا اشوفك بس في الشارع المحك كده بس، مش تمسحي عربيه، المحك تشوفي حد في الشارع بس، مش هقول لك هبهدلك يا امنيه. يا بنت ندى والنبي صدقيني يا بنت، مش مصدقاكي ابعدي عني بقى وامشي من هنا بقى، ربنا يعوض عليا. في حاجه ولا ايه؟ مفيش، الاستاذه خلتها تمسح لي العربيه، قلت لها نظفها لي من جوه، ارجع ادور على المحفظه عشان اراضيها، ما لقيتش المحفظه بالفلوس، وتقولي والله ما اخدتهاش. يعني انت سبت لها عربيتك مفتوحه عشان تنظفها؟ انا عارفه حد سيب لي الاشكال دي عربيته كده. في حاجه يا استاذه غلط ولا ايه؟ غلطانه مش هي اللي عندي اللي غلطانه والله، ربنا يعوض عليا. بنت حراميه سرقتها، الحرمه تبلغ عليها في الاسم على طول. لا لا ولا بلاغ ولا انا حاجة. مش هسيبها، مش هسيبها. بقول لك ايه، انا عارف الاشكال دي واديها الاسم على طول. يلا على الاسم على طول. انا مش عايزه مشاكل، هي لسه صغيره برده وباباها تعبان وبتصرف عليه، انا مش عايزه اشوفك في الشارع ده تاني. كده غلط، دي حراميه كده تعيمات، ما تخش الشارع ده تاني. انا غلطت على طول. غلطتي انا مش غلطتها هي، انا غلطتي انا ان انا وصلت في واحده شبهها بس كده. اسمع مني انا على الاسم، اعملها محضر العالم دي يتربوا واشهد معاكي. وانا معاكي والله، دي حراميه وستين حراميه. مش عايزه لها، انا عايزه لها تبعد من هنا بس، اتفضلي امشي من هنا. النبي صدقيني مش حراميه. يلا بنت امشي يا بنت، امشي يا بنت. والله انت طيبه قوي، لو انا منك ما كنتش سبتها. يلا بنت امشي من هنا. انت يا بنت لو شفتك هنا في الشارع تاني مش هنسيبك. طب والله لو قلت الشارع كله عليك. البنت امنيه حراميه، البنت امنيه حراميه، حراميه 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 حراميه. يعني البت ديت حاطط ايديها في جيب الست دي وسايب الفلوس، تبقى حراميه ولا مش حراميه؟ صراحه انا عاوز في الكومنتات تكتبوا لي البت دي حراميه ولا مش حراميه. البت ده دي حراميه، دي حراميه ودي حراميه. انا اللي حراميه. البت ده طاهر وهيفضل طول عمره حراميه يا جدعان. البت دي حراميه يا جدعان.